يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، أوصيكم بأن نقدم لأنفسنا أعمالاً تبيض وجوهنا يوم القيامة، يوم نلقى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم القارعة، يوم الزلزلة، يوم الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم اعلموا عباد الله أن رقابة البشر على البشر قاصرة، وأن رقابة المخلوقات على بعضها قاصرة. البشر يغفل، البشر يسهر وينام، البشر يمرض ويسافر ويموت، إذن فلنسقط رقابة المخلوقين، ولنسقط رقابة الكائنات جميعها، ولتبقى رقابة الله الكاملة، الرقابة المطلقة التي هي رقابة الله جل وعلا، رقابة الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الله القريب المجيب لا إله إلا هو. عباد الله، علم البشر علم قاصر ضعيف قليل، لكن الله عالم جليل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما تسقط من ورقة إلا يعلمها،
ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ويسمع ويرى ذبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في الليلة الظلماء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. عباد الله، كم تآمر المتآمرون في ظلام الليل، كم من عدو للإسلام جلس يخطط ليضرب الإسلام وحده أو معه غيره. إن كان هذا الأمر سراً أو جهراً، ويظن أنه يتصرف كما يشاء، متناسياً أن الذي لا يخفى عليه شيء يسمع ما يقولون ويبطل ما يعملون، ويبطل كيدهم فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أيها العبد المؤمن، إذا لقيت أنة ومشقة وسخرية واستهزاء فلا تحزن ولا تأسى، لأن الله يعلم ما يقال لك متى قيل وكيف قيل. أيها المؤمن، إذا جعلت الأصابع في الآذان واستغشيت الثياب وزاد الإصرار والاستكبار وكثر الطعن وضاقت نفسك فلا تأس ولا تحزن، لأن الله يسمع ويعلم ما يقال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيها الشاب الذي وضع أحد قدميه على أول طريق الهداية فسمع رجلاً يسخر منه وآخر يهزأ به وثالثاً يقاطعه، أثبت ولا تأس واعلم علم اليقين أنك بين يدي الله الذي يسمع ويرى وسيجازي كل امرئ بما فعل. يا مرتكب المعاصي مختفياً عن أعين الناس، ألم تسأل نفسك أين الله؟ أين الله؟ والله ما أنت إلا أحد رجلين، إن كنت ظننت أن الله لا يراك فقد كفرت والعياذ بالله، وإن كنت تعلم أن الله يراك فلم تشتري عليه وتجعله أهون الناظرين إليك؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يا منتهكا حرمات الله في الظلمات في الخلوات في الفلوات بعيدا عن أعين المخلوقات، ألم تسأل نفسك هذا السؤال أين الله؟ اسأل نفسك هذا السؤال. ورد في الصحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا إخوة الإسلام لهذا الحديث الذي تقشعر منه الأبدان ولا يكاد ينجو منا أحد، اسمعوا ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواماً من أمتي يوم القيامة يأتون بحسنات كأمثال الجبال بيضاً يجعلها الله هباءً منثوراً. قال ثوبان: صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها
إلى من يملأ ليله وعينه وأذنه ويضيع وقته في الثلث الأخير من الليل، يملأ ذلك بالمعاصي، يملأ ذلك بالذنوب، نقول له: ألم تسأل نفسك أين الله؟ يعس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة من الليالي ليتتبع أحوال الأمة، فتعب رضي الله عنه فاتكأ على حائط ليستريح، فإذا بامرأة تقول لابنتها: يا ابنتي امذقي اللبن بالماء ليكثر عند البيع. فقالت: إي بنيتي، أو فقالت البنت: إن عمر أمر مناديه أن ينادي ألا يمزج اللبن بالماء. فقالت الأم: يا ابنتي قومي، فإنك بموضع لا يراك فيه عمر ولا يراك فيه مناديه. فقالت البنت المستشعرة لرقابة الله: إي أماه، وأين الله؟ وأين الله؟ والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء. أخي المسلم، اسمع لهذا الحدث الذي تعلو فيه رقابة الإنسان، الذي تعلو فيه مراقبة الإنسان لربه جل وعلا. رجل اسمه نوح بن مريم، كان هذا الرجل ذا نعمة ومال وتراء وجاه، وفوق ذلك كان هذا الرجل صاحب خلق ودين، وكان له ابنة جميلة وذات خلق ودين، وكان عند هذا الرجل الغني الخلوق عبدا اسمه مبارك، لا يملك من الدنيا قليلا ولا كثيرا، ولكن هذا الرجل يملك الإيمان، يملك الدين والخلق. أرسله سيده إلى بساتين له وقال له: اذهب إلى تلك البساتين واحفظ تمرها وكن على خدمتها. فمضى الرجل، وبعد مدة جاءه سيده ليستجم في بستانه، فقال لغلامه العبد: يا مبارك ائتني بقطف من عنب. فجاءه بقطف، فإذا بالقطف حامض، فقال له: ائتني بآخر، فإذا به حامض، فقال: ائتني بثالث، فإذا هو حامض. فكاد أن يستولي الغضب على الرجل وقال: يا مبارك، أطلب منك قطف عنب قد نضج وتأتيني بقطف لم ينضج، ألا تعرف حلوه من حامضه؟ فقال مبارك: والله ما أرسلتني لآكله، وإنما أرسلتني لأحفظه وأقوم على خدمته، والذي لا إله إلا هو ما ذقت منه عنبة واحدة، والذي لا إله إلا هو ما راقبتك ولا راقبت أحدا من الكائنات، ولكني راقبت الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فأعجب به وأعجب بورعه وقال: الآن أستشيرك. والمؤمنون نصحا والمنافقون غششا، والمستشار مؤتمن. قد تقدم لابنتي فلان وفلان من أصحاب الجاه والثراء، فمن ترى أن أزوج؟ فقال مبارك: لقد كان أهل الجاهلية يزوجون بناتهم للأصل والحسب والنسب، وكان اليهود يزوجون للمال، وكان النصارى يزوجون للجمال. وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوجون للدين والخلق، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والمرء مع من أحب. فأي نصيحة هذه؟ وأي مشورة هذه؟ فنظر الرجل وفكر وقدر، فما وجد خيرا من مبارك. قال: أنت حر لوجه الله. أعتقه أولا، ثم قال له: لقد قلبت النظر فرأيت أنك خير من يتزوج هذه البنت. قال: فأعرض عليها. فذهب
وقال لها إني قلبت النظر وحصل كذا وكذا ورأيت أن تتزوجي مبارك. قالت أترضاه لي يا أبتي؟ قال نعم. قالت فإني أرضاه. فكان هذا الزواج المبارك من مبارك، وحملت هذه المرأة وولدت طفلا وسمياه عبد الله. أما ولقد تعلمون من هو عبد الله؟ تعرفون من هو هذا عبد الله أو هذا الرجل؟ إنه عبد الله ابن المبارك، المحدث، الزاهد، العابد. أما والله لو راقبنا الله في كل أعمالنا لصلح الحال واستقامت الأمور. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اعلموا علم اليقين أن الله هو الرقيب، وأن الله هو الحسيب، وأنه لا ملجأ منه إلا إليه. ذكر في الخبر أن أحد الصالحين كان يمشي في الفلا، يمشي في الصحراء أو في الفيافي، فإذا به يرى راعياً يرعى الغنم، فأراد أن يختبره وأن يختبر أمانته، فطلب منه أن يبيع له شاة. فقال الراعي: هي ليست لي، وإنما هي لسيدي ومولاي. فقال الرجل الصالح: بع لي شاة وقل لسيدك قد أكلها الذئب. فقال هذا الرجل البسيط: وأين الله؟ أين الله؟ فأعجب به وذهب معه لسيده وطلب منه أن يبيع له العبد وأن يبيع له جميع الأغنام، فقبل. ثم قال للراعي الذي صار ملكا له وعبدا له: خذ هذه الأغنام وأنت حر لوجه الله، وأرجو الله الذي أعتقك من رق العبودية في الدنيا. ألم يقل أين الله؟ فالله أو هذه الكلمة التي نطق بها عند الاختبار هي التي أنقذته من الرق. فقال له العبد الصالح: أرجو الله أن يعتقك من رق كما أعتقك من رق الدنيا، أن يعتقك من نار جهنم يوم القيامة، ولعل الثانية أفضل من الأولى. نوجه هذه الكلمات عباد الله، نوجه هذه الكلمات إلى كل من أحيط أو أنيط له أمانة، كبر الأمر أو صغر، أمانة على مال، أو ما أمانة على ممتلكات، أو أمانة حتى في الأعمال. يا أصحاب المسؤوليات، يا من تقلد منصباً وتحمل مسؤولية أياً كانت هذه المسؤولية صغيرة أم كبيرة، نقول لكم: اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في أموال الناس، اتقوا الله في ممتلكات الناس، واعلموا أن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل. وليكن لكم عبرة في من كان قبلكم.
أين هي أموالهم، وكيف صار في بيوتهم، وكيف هو حالهم، وأين هي مزارعهم واستراحاتهم التي عمروها بالمال الحرام. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. والله إن الله الذي صنع بهم ذلك فشتت شملهم وفرق جمعهم وأصبحوا في خبر كان، قادر على أن ينتقم من كل من يفعل فعلهم في كل زمان، قادر على أن ينتقم من كل من يقتفي أثرهم ويفعل فعلهم. والله إن لسان حال هؤلاء منهم من يقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اغننا عمن أغنيته عنا، اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا سواك. اللهم ربنا أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم بفضلك عمنا واكفنا شر ما أهمنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه. رب اغفر وارحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.